الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده في ماما في المطبخ. معاكم عزه جلال من الساعه 2 ل 3، والنهارده وصفاتنا بسيطه. بدانا اول الاسبوع بحاجات حلوه، عملنا يوم واتنين. تعالوا بقى نخش على الحالي، بس برضو بعيده عن اللحمه. طيب احنا عملنا كفته، وطبعا شوينا كفته اللحمه العاديه اللي احنا بنعملها. تعالوا نشوف النهارده وصفه حلوه وبسيطه نقدر نعملها بالفراخ، بما اننا اكلنا لحمه كتيره جدا. تعالوا كمان نعمل طريقه مكرونه حلوه قوي مشهوره في وسط البلد بشويه بصل كده مكرمل حلولين. تعالوا نشوف هنعمل بصل مكرمل الحلو ده ازاي، وكمان هنعمل مع بعض الفراخ اللي هي بتتبيله حلوه قوي زي المشاوي بالظبط. نقدر نعملها على الفحم، نقدر نحطها في الفرن، نقدر نحمرها في الجريل عادي جدا على البوتاجاز. يلا بينا نسمي بالله ونقول مكونات الاول. الكفته نعملها مع بعض في الكبه، وبعدين نبدا واحده واحده نكمل بقيه وصفاتنا. طيب اول حاجه معانا الكبه، انا هقول والمكونات بتاعتنا هتنزل على الشاشه. تعالوا نقول واحده واحده كده هنحط ايه في الكبه هنا معانا، وهيطلع معانا الكفته شكلها ايه. معانا زبده، اول حاجه شوفوا انا افتتحت لكم، هنحط في الكبه زبده مع المكونات دي. طب وهنحط ايه تاني؟ معانا بصل مفروم، ومعانا كمان بقدونس مفروم، ومعانا فلفل اخضر مفروم وفلفل احمر، معانا بقى التوابل فلفل اسود، ومعانا كمان بصل بودر وتوم بودر، ومعانا كزبره، ومعانا بهارات، ومعانا كمون، ومعانا مكعب مرق. ايه تاني؟ والملح بتاعنا طبعا الطبيعي اللي احنا بنحطه وبس كده. وكمان معانا كمان ميكس ما بين صدور الفراخ وما بين الوراك المخليه اللي هي الشيش. المكونات بسيطة جدا سهلة، كلها بتتحط في الكبة، بندور كل الكلام ده كله على بعضه، وبعد كده بنبدأ نشكلها الشكل اللي احنا عايزينه، وبعدين نبدأ نقليها زي ما قلنا بالطريقة اللي تناسبنا. يلا بينا كده نسمي ونقول على طول هنعمل ايه. هنجيب، هلبس جلافزي بس كده حلو عشان أبدأ ايه انزل المكونات، ما بقاش المفروض كنت لبسته وانا بتكلم عشان خاطر نبدأ على طول نشتغل. طيب الوصفة دي اقدر اعتمدها في المشاوي، يعني ايه؟ لو انا بعمل مشاوي بتاعت العيد كنت اقدر احطها من ضمنها. طب انا دلوقتي عايز اشوي ومش عايز اشوي لحمة وزهقانة جدا من اللحمة، الطريقة دي سهلة جدا، تقدري تعمليها جنب شوية مكرونة، جنب شوية سلطة ورز ابيض، تقدري تعمليها جنب اي حاجة سهلة وبسيطة وسريعة. لو انت راجعة في الحر ده تقدري على طول تشكلي دنيتك وتعملي. طيب انا هاخد الاول الفراخ بالشكل ده، وهقوم عاملة ايه نزلاها في الكبة، وناخدها فرمه لوحدها بما ان كل حاجه معايا مفرومه، فاحنا عايزين بقى نفرم دي الاول اهو. طب ليه يا شيف انت عملت ميكس ما بين الصدور والوراك؟ عشان يديني كده زي دسامه شويه، عرق حلو، جانب الزبده اللي احنا هنحطها. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. فرمنا، بصوا بقت لحمه معايا او فراخ اهي، لحم خالص تمام اهو، شايفين بالشكل ده. طب انا عملت كده لوحده ليه؟ لان كل حاجه عندي يعتبر واخده فرمه حلوه. هناخد البقدونس الكميه اللي احنا عايزينها، وانا بحبها تبقى خضراء. اتفضل. حاضر اهو، ادخل الكبه بس عشان مخرجنا عايز كده عشان تشوفوا اكتر. تسلم. هناخد كمان الفلفل الاخضر اهو كله كده، معايا فلفلايه كبيره او فلفلتين صغيرين اللي موجوده عندك وحسب الكميه زي ما احنا متفقين دايما. والفلفل الاحمر، هنضرب الكلام ده كله الاول مع بعضه. طبعا هنحط البصل، هي ما شاء الله كميه كبيره فانا مش عايزه احط حاجات تانية، هناخد دول بس كده نضربهم وبعدين نكمل. بسم الله ما شاء الله الحاجه كتيره، ده هيرمي معايا جدا. شوفوا كميه الفراخ اللي احنا واخدينها هترمي معايا الضعف. يلا بينا. سباتيلا او معلقه خشب، اي حاجه كده متينه نقدر نقلب بيها عشان خاطر الحاجات اللي تحت اللي اتعملت واللي فوق اللي ما اتعملش نقدر نقلب كده. طيب لو انا في البيت وعندي وقت اطول اقدر اعمل ايه؟ اقدر احط الكميه دي على مراحل، يعني مرحلتين مثلا، عشان يبقى سهل معايا في الكبه انها تتحرك بسرعه وانها تديني نتيجه حلوه ما يبقاش فيها مفروم ومش مفروم. تمام كده، يلا بينا.
كمان فرمة. يلا انا حاسه ان لسه اللي على الوش ده ما اتعملش، هعمل ايه؟ هقوم شايله انا كده كده لابسه جلوفز، يعني ما فيش مشكله ان احنا نعمل اللي احنا نعمل كده اهو. انا ممكن اجيب ايه، ثواني كده، نجيب بوله نتصرف اهو، نحط فيها الكلام ده. يا سلام، ناخد اللي على الوش اللي ما اتعملش، تمام اهو، ونقوم واخدين اللي اتعمل ده منزلينه في البوله بتاعتنا هنا. خلي بالنا بس من السلاح بتاع الكبه، نشيله اول حاجه لما نيجي نحط ايدينا في الكبه نشيله الاول اهو كده، تمام. ونقوم راجعين الكبه بتاعتنا كده، هناخد ضربه صغيره في اللي فاضل. انا شايفه كمان اهو من الكاميرا هنا في حبه هم ما طحنوش كويس، اقوم واخداهم. مفيش حاجه في المطبخ مستحيله، نفضل نجرب ونعمل ونعدل وكل حاجه لحد ما نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. احنا عايزين كل حاجه مفرومه كويس جدا اهو. يلا بينا، كل حاجه كده اتفرمت وبقت شكل واحد وفرمه واحده. هنقوم شايلين زي ما اتفقنا السلاح بتاع الكبه، واخدين الكلام ده كله كده منزلينه في البوله بتاعتنا. نرجع بقى الكبه بتاعتنا دي، خلاص مش عايزينها اهو، ورا كده. ومعانا مؤايه من الشرقيه، ونقول الو. الو يا سيف عم، صباح الهنا والسعاده يا رب. ايه القمر ده؟ تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي يا قلبي. ايه الاخبار؟ تسلمي لي يا حبيبتي. لو سمحتي بطلب منك طلب صغير بس. اتفضلي يا قلبي، سامعاك. قالي لي الدكتوره اللي بتيجي بتاعت التكتيك. اتفضلي. انا عندي تمام. عشان اشوف الكبسوله ديت الكبسوله اللي هم بيقولوا عليها ديت والامبولات الحرق. ايوه. يعني تبقى حلوه ليا ولا غلط عليا وانا في السن ده؟ طيب حضرتك عندك كام سنه؟ عندي 63. 63. بتعاني من اي امراض مزمنه؟ رجلي. لا يعني بعد الشهر لا قدر الله عندك ضغط سكر؟ في راسي في النهايه كده. انا مش سامعاها كويس. مش سامعاني كويس؟ انا سامعاكي. لا ثواني يا ام عمر عشان اسمعها. اتفضلي. انا سامعاكي يا شيف عز. اتفضلي يا قلبي، معاكي مش هنقفل والله، انا سامعاكي. اتفضلي يا قلبي. عندي خدل بسيط بيجي على خفيف كده في الراس في الناحيه اليمين. والتعب المزمن اللي عندي في الركب وفي رجليا بس. طب هقول لك على حاجه حلوه. قولي. احنا حضرتك هناخد رقمك، هترجعي للكنترول وهيتواصلوا معاكي، يدخلوكي في الفقره الطبيه، ده وعد مني. طب ماشي. تمام ماشي يا قلبي، شكرا ليكي، مع الف سلامه يا حبيبه قلبي. خلاص احنا هنكلمها في الفقره الطبيه. ماشي استاذ يوسف. الو. صباح الفل. صباح الهنا والسعاده عليك يا رب. عامل ايه؟ يا حضرتك انت صاحي من النوم يا استاذ يوسف مخصوص عشان تسمعني. انا صاحي من النوم. اهلا وسهلا بيك يا قلبي، عامل ايه؟ بصي انا بروح الجيم الساعه 3. ايوه بقى الجيم بقى الساعه 2:30. يا انت بتصحى الجيم كده على طول؟ واحدة ونص. بتصحى عشاني ها؟ والله العظيم امبارح ما عرفتش اصحى خالص. يا حبيبي ربنا يديك الصحة والعافية. بظبط المنبه والله. انت بتظبط المنبه عشاني، انا عارفة يا استاذ يوسف. ازي يا حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب. كله تمام؟ عملت ايه في العيد قول لي. الحمد لله. قضيت والله، كنت بنزل الملاهي. أيوة. وقريبنا جم عندنا واحنا رحنا عندهم. احلى حاجة اللمة بتاعت العيلة دي. ايوه اكيد. ايوه طبعا يا حبيب قلبي. وكلنا فتة. طيب وكلت فت، عملت حاجة بقى من إبداعاتك لماما ولا ما عملتش؟ بصراحة هما ما رضيوش. ليه بس؟ ما أعرفش بس أنا ما رضيوش. أنا قلقانين منك يا يوسف. مامي اللي عملت فت. يا حبيبي ربنا يخليها لك يا رب يا حبيبي، ودايما كده متجمعين. اتفضل يا قلبي. أنا زعلانة من حضرتك جدا. عشان ما توصلتش معاك.
ايوه بس حضرتك بتردي عليا مشكلة. والله يا حبيب قلبي اليومين دول مش فاضيه خالص افتح التليفونات، معلش حقك عليا، حقك عليا يا قلبي. ماشي احنا نظبطها والله ان شاء الله نبقى مع بعض. طيب ماشي يا قلبي، شكرا لك يا يوسف. يوسف ده حبيبي ومتابعيني، وبصوا ابني ابني زي توته كده بالظبط، ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. بصوا الولد مجتهد، بينزل جيم وملتزم، بيصحى بيتفرج عليا، ودي اهم حاجه يا يوسف، اهم من الجيم. ربنا يديك الصحه والعافيه يا حبيبي. طيب احنا عملنا ايه؟ مش عارفه، جايبين لي احجام صغيره جدا مش مناسبه معايا. طيب تعالوا بقى احنا عملنا ايه؟ حتى خلاص عملنا الفراخ بتاعتنا في الكبه، حطينا عليها ايه بقى؟ حطينا عليها معلقه نشا كبيره، حطينا التوابل بتاعتنا كلها اللي احنا قلناها ونزلناها في المنيو معانا على الشاشه، وكمان قلبنا كل الكلام ده مع بعضه. انا اخدت هنا حبه زيت في الطاسه بتاعتي، هقوم عامله ايه بقى؟ واخده قطعه من الزبده كده صغيره خالص عشان تطعم لي بس الطعم كده، وهبدا اشكل اهو، اعمل الشكل اللي انا عايزاه. انا هعمل كده اهو صوابع صغيره، صوابع مبططه زي ما انا عايزه اهو، وهبدا انزل كده في الطاسه عشان هما بيقولوا لي لازم ناخد فاصل. نحط بس شويه زيت صغيرين كده في ايديا، وانا بشكل كده هنعمل ايه؟ مفيش تليفونات، اطلع فاصل. استاذ حسين، الو، اهلا وسهلا. يا مساء الفل يا شيف، يعني ينفع ارجع كده من الاجازه ما اسمعش صوتك؟ لا لا برضو بلح، عاملين لحضرتك مفاجاه هنا. ده انت تأمرني يا سلام، ده انت عارف ان انت من الناس المتابعين اللي انا بعزهم جدا. الله يخليك، اتفضل. والله مسا العسل والهنا على قلوبكم يا رب يا استاذ حسين. يا رب احسن ناس في الدنيا والله. الله يخليك يا شيف عزه، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك ويخليك يا رب. طيبه كده كل لحظه، وانت طيب ومتشكره قوي على الحاجه الحلوه، الاغنيه الجميله دي، مشاعر حلوه منك، ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك يا شيف عزه، شكرا ليك، شكرا لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب وبخير يا رب. بص الناس الحلوه اللي تجيب لي اغاني حلوه تعبر عن مشاعرها الحلوه، زي ما انا كده بدات الاسبوع معاكم، وهو ما كانش معانا، ممكن يكون ما كانش فاضي ان هو يشاهدنا، فلما جات له الفرصه ان هو يشاهدنا عمل لي اغنيه حلوه برده يرحب بيا بيها كده. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. هنطلع فاصل صغير خالص واحنا بنصبع كده الكفته مع بعض، فاصل صغير خالص، راجعين تاني نكمل مع بعض. رجعنا من الفاصل وبنكمل مع بعض، وزي ما انتم شايفين شكلت بقيه الكفته بتاعتنا اللي هي بالفراخ، وكمان بنحمر مع بعض اهو في الطاسه بتاعتنا. وهنعمل ايه بقى؟ شويه المكرونه الحلوين اللي هم بتوع وسط البلد، سيده زينب والناس الحلوه دي اللي احنا بنلاقي عربيات واقفه وناس كتيره جدا بالطوابير عليها. طب ايه الفكره؟ تعالوا بقى نشوف ايه الفكره او ايه الخطوه اللي هم بيضيفوها غير اللي عندنا في البيت. بيكرملوا بصل كتير زي بتاع الكشري، تمام كده؟ ادينا اهو مكرمله في الحله اهو، وبكمل كمان معاكم التحميره بتاعته. هناخد نص الكميه دي هنشيلها في طبق، وهنكمل الصلصه بتاعتنا زي ما احنا، زي الخطوات العاديه بتاعتنا في البيت، واحده واحده مع بعض. طب والباقي ده يا شيف هنعمل بايه؟ هنحطه في الاخر، وشوفوا بقى الاكل الشارع اللي احنا بنتجنن عليه وبنروح ناكله، ونقف طوابير على العربيات الحلوه اللي يا رب محرمنا منها ومن لمه
وسط البلد والناس الحلوه اللي احنا بنشوفها دي، وبيبقوا واقفين اللي جايب رغيف عيش وحاطط فيها يقول له اديني هنا بالكميه بتاعتي في رغيف العيش ده، وبتبقى احلى اكله ممكن تاكلها في حياتك. تمام، تعالوا بقى نجيب كده. مين معانا؟ يا رودينا. الو، اهل سوهاج على راسنا، اهلا وسهلا. عاملك كويسه؟ الاسم الحلو ده يا رودينا. شكرا. ربنا يخليك يا قلبي. انا كويسه الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي يا قلبي، ليكي اي سؤال؟ لا الصراحه بس انا عايزه اسلم عليكي. يا حبيبه قلبي، انت سلامك على راسي يا قلبي. قوي 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 حبيبتي، ربنا يخليكي، وانا بحبك قوي قوي قوي. قولي لي انت عندك كام سنه؟ انا داخله اولى اعدادي. 13. داخله اولى اعدادي؟ اه. طب انت اصغر من توته بسنه، انت كده عندك ماشيه في ال 13 صح كده؟ أوه. يا حبيبتي ربنا يديكي الصحة والعافية، وانتي بنتي يا رويدة، وربنا يخليكي يا رب. رودينا. حاضر يا أستاذة روان. روان بتقولي رودينا عشان ما تزعلش مننا. حبيبتي يا رودينا، تسلميلي يا قلبي، شكرا لاتصالك، مع ألف سلامة يا حبيبتي. أهو بصوا بقى التحميرة دي، أنا أول ما يبدأ كده كله بقى يتحمر، طبعا أنا كنت محمرها قبل الهواء وشايلها من على النار عشان كده هي بدأت تسخن وتديني القرمشة اللي أنا عايزاها. اول ما خلاص كده احس ان هي خلاص اهي، عشان بس دي مداريه عليها، هقوم عامله ايه، شايله نص الكميه زي ما قلنا في الطبق بتاعنا اهو. نصفي كده من الزيت، طبعا المكرونه دي بتتعمل بزيت اهو، تبقى بتلمع كده في الشرق وشكلها يجنن اهو. ناخد حبه كمان عشان احنا عايزين الطعم اللي في الاخر هو اللي يبقى مغطي على كل حاجه اهو. انا عايزه بس ما انساش الكفته بتاعتي، هتتلسع وهتبقى مشكله. هنعمل ايه؟ نجيب بقى كده عشان صاحب بالين كذاب، صح كده؟ قولوا لي صح. ايوه ايوه، مخرجنا الكبير بيقول لي صح 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 صح. طيب نعمل كده ونشيل الكفته بتاعتنا دي عشان مش كل يوم نحرق حاجه على الهواء. ايوه كده، خلينا صراحه مع بعضينا. هحطه فين؟ هحطه فين؟ احطه فين؟ حاضر، اول ما هخلص شيل اهو هعمل لك كده على طول. انت تؤمر يا استاذي والله. يا سلام، اهو الطبق ده نجيبه هنا والطبق ده نجيبه هنا. انتوا ملاحظين ان انا شايفه سايبه البصله بتاعتي على النار تاخد تحميشه اكتر، تاخد تحميره اكتر عشان خاطر ابدا لما اجي احط عليها الصلصه بتاعتي تديني ريحه بقى اللي هي بتاعت الشارع دي. انا هبدا اخد كده الكفته وانزل. يا استاذه ام محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. زي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي، انت عامله ايه؟ انا بحبك قوي والله. وانا بحبكم قوي، ربنا يخليكي يا قلبي يا رب. والله كل يوم متابعاكي والله. يا حبيبتي على راسي، تسلمي لي يا رب، ما تحرمش مني. بس عندي استفسار بس لكفته الفراخ. اتفضلي يا قلبي. هو ينفع احط له بطاطس؟ ولو حطيت له بطاطس احطها له يعني ازاي، مبشوره ولا اهرسها ولا ايه؟ ممكن تسلقيها وممكن تبشريها، الاسهل ليكي اعمليه كده، هتمشي وكده هتمشي. لو بشرتيها صغير جدا زي كده البصل المبشور اللي هو بيبقى ميته نازله هتديكي برده الطعم وهتلم معاكي حلو، ولو سلقتيها يبقى حلو قوي برده. وينفع احط له برغل برده؟ ينفع نحط برغل؟ لا يعني انا بشوف ان البرغل مع كفته اللحمه ده دي مدرسه، انا مش عارفه بقى، جربي جربي وقولي لي ايه رايك. ماشي ماشي يا قلبي، شكرا لاتصالك يا حبيبه قلبي. بصوا بقى، حطينا على البصله بتاعتنا اللي اتحرمشت حلو قوي، حطينا الصلصه تمام كده، وبعدين حطينا عليها ايه، البابريكا بتاعتنا، ونحط الفلفل الاسود، وهنحط الصلصه اهو معانا بقى ايه، 3 معالق من الصلصه كبار. هي دي برده سر من الاسرار، ان هم بيحطوا كميه صلصه كتيره عشان خاطر تديهم حمار هو والبابريكا، الحاجتين دول. وحاجه ثالثه بس بصراحه انا ما ضفتهاش النهارده، اللي هي ايه، هنحط مكعب مرق الفلفل الاحمر الرومي، لما بيضيفوه في الوصفه دي بتديهم حمار اكتر، فبيجيبوا. بصوا بقى بصوا بقى، بتخلوني اسيب اشيائي واعمل ايه، احروق دنيتي اهو، حمر كده ونشوع. ايوه جميله طبعا عشان عاملاها. تعالوا بقى كده نلمم حاجتنا، نحط بصوا بقى على الصلصه دي، حطي معلقه سكر صغيره هتفرق معاكي جدا في الطعم، هتديكي معادله كده ما بين الحدوقيه بتاعه الحموضه بتاعه الطماطم وما بين السكر تمام.
كده احنا ظبطنا دنيتنا، نسيبها بقى تغلي ونروح نقول الو مين معانا على التليفون. يا مودة أهلا يا كيف عزيزة. أهلا أهلا، صباح الهنا والسعادة على قلبك يا قلبي. عاملة إيه؟ عاملة إيه؟ الحمد لله يا قلبي. الحمد لله. قولي لي يا قلبي، إيه رأيك النهاردة في وصفاتنا؟ لا هي كل يوم الأكلات بتتكلم عن نفسها من كتر جمالها أصلاً. يا روحي يا روحي تسلمي لي يا حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب. ربنا يخليك يا قلبي يا رب، ما تحرمش منك. مستنين توتة تطلع معاكي في يوم كده الحلقة. توتة يعني. تصحى بدري بس يا قلبي، تصحى بدري، عاملة زي يوسف بتصحى الساعة 2 و3. حاضر والله يا جبالك، حاضر من عيوني يا مودة. ماشي يا حبيبة قلبي، شكرا لاتصالك. طيب تعالوا بقى، احنا بصوا الصلصة بتاعتنا بتبقبق كده على النار، وخلاص الكفتة بتاعتي حمرت جزء كبير منها. انا عايزة اوريكم، افضي بس حواليا كده عشان اعرف اعمل اخر خطوة، اوريكم حاجات بسيطة كده، حاجات بسيطة. انتوا ما دخلتلوش اللون الاخضر، هل هذا عشان مش موجود ولا انتوا نسيتوا؟ طيب لو في حد متاح ولا مفيش متاح؟ مفيش مشكلة لو مش متاح. لا هي مش متاح، خلاص يلا يلا بينا كده اهو. معانا بقى التلج المتلج، احنا عملنا ايه؟ الكفتة. انا عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ انا رايحة جاية ليه كده تايهة اهو، اشيائي واشيائي. نجيب حاجة الكفتة كده على جنب وحاجة المكرونة على جنب، ونبدأ في العصير بتاعنا الخفيف جدا النهاردة وساقع متلج وما فيهوش حاجة، مش محتاجين خلاط، احنا هنعمله في خطوتين اتنين. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. نطلع الكفتة بس عشان نخش كده على العصير، وبعد كده خلاص احنا جاهزين ان احنا نقدم المكرونة. خلصنا الكفتة بتاعتنا سويناها، وفاضل معانا العصير اللي هو مش هياخد معانا دقيقة بالظبط، يعني هتقدري تخشي تعمليه بمنتهى السهوله. ولو انتوا كده اولاد صغيرين وقاعدين لوحدكم في البيت عايزين تشربوا حاجه ساقعه، تقدروا تعملوه بمنتهى السهوله. ناخد كده عصير الليمون، ممكن المكونات بتاعه العصير تنزل على الشاشه. يلا بينا يلا بينا. بس كده النعناع طبعا صديقي الصدوق اللي انا ما بستغناش عنه في كل ايه حاجاتي. يلا بينا. خد معلقتين، معانا المقادير على الشاشه اهي. انا عايزه بس ايه، معانا نعناع مفروم ومعانا كمان ليمون ومعانا تلج عشان خاطر نتلج الدنيا كده ونسقعها وتبقى حلوه، ومعانا مياه غازيه. وطبعا كلنا عارفين يعني ايه مياه غازيه، يعني حاجه سودة. ايوه، وبنكهها بقى كده بالنعناع اللي احنا فارمينه. او عارفين الهون، هاتوا الهون البلدي بتاعنا ده ودقوا دقيقتين كده فيه، هتلاقوه نزل ميته ونزل اللون بتاعه وريحته، هو ده اللي احنا عايزينه في الوصفه دي. تمام، تعالوا بقى ناخد اول حاجه النعناع اللي احنا ضربناه في الهون. ماشي، مفيش هون طيب، نقدر نضربه باي حاجه، نفرمه في كبه صغيره اي حاجه. نحط كده، انا عايزه بس اوضح كده الدنيا اهو، بس كده. اودي فين؟ اودي فين؟ اروح فين واجي منين؟ ايوه ادي اهو، نعمل كده كل واحد كده ايه حبه حلوين بالظبط كده. طيب ايه تاني؟ ناخد شويه ليمون بقى كده. بصوا في القعر كده في الكاس من تحت بالشكل ده، نقسم كده حاجتنا. تمام، نعمل ايه تاني؟ نعمل ايه تاني؟ نعمل ايه تاني؟ عايزين معلقه كبيره. ناخد بقى تلجايتين كده في كل واحده على قد ما نقدر كده، عايزين تلجايه كده ايه اهو، هتنزل ولا مش هتنزل؟ ها اكسرها ازاي؟ ما عنديش وقت اكسر اهو. ايوه يلا يلا بينا. بصوا التلج بتاعكم، انتوا عارفين التلج المكعبات اللي في البيت ده، احنا هنا طبعا يعني شغل الهوا وان احنا نجيب تلج والكلام ده بيبقى ايه محتاجين مجهود شويه، انتوا عندكم في البيت الحياه تبقى اسهل شويتين. تمام، هنحط معانا ام مي على التليفون ونقول الو. الو يا ام مي. الو، ازيك يا شفاعة؟ ازيك يا قلبي، ايه الاخبار؟ وطي التلفزيون يا ام مي، انت مش عايزه اسلم عليكي يا ام مي. مي عايزه اسلم على حضرتك. طب ممكن توطي التلفزيون عشان تسمعيني؟ مي عايزه اسلم على حضرتك يا شفاعة. سامعاكي يا قلبي، اديهاني بس وطي التلفزيون عشان تسمعيني. حاضر، وطيت والله. ماشي يا قلبي. الو يا مي. الو، ازيك يا مي، عامله ايه؟
الحمد لله. يعني ماما من متابعيني من اول ما بدات. ايوه. وانا اول مره اسمع صوتك بس على طول تكلمني عنك. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب وتفرح بيك يا رب دايما كده. يخليك يا شفا عزة. انا بحبك او ما بحبك او عزة. حبيبة قلبي وانا بحبكوا قد الدنيا. ربنا يخليك يا قلبي. قوليكي قوليلي يا قلبي انت اتجوزتي ولا لسه ولا ايه قوليلي؟ لا انا لسه داخلة تالتة اعدادي. يا روحي ده انت صغنونة خالص. يا روحي يا رب كده تفرح بيكي وتبقى عروسة ان شاء الله وتعزموني على الفرح. ان شاء الله. اهم حاجة تعزموني على الفرح. حاضر. تسلميلي يا رب يا مي. شكرا لاتصالك يا قلبي. مع ألف سلامة. بصوا بقى العصير ده يظهر لكم انه عادي وبسيط ومش يعني حاجة طعمها حلو قوي بس هتشوفوا الطعم هيبقى عامل ازاي خطير. بصوا بقى كده اللي انتوا عارفين الفوران اللي بيبقى فيه صودا طبعا فالدنيا بتبقى الطعم ميكس حلو قوي اهو. احنا ممكن لو احنا مش عايزين نحس بطعم النعناع او التخريزه بتاعت النعناع دي نصفيه بعد مثلا دقيقتين كده او ما نعملوش قوي ما نفرموش قوي. تمام اهو بس كده. اخر حاجه هنعملها في المكرونه عشان عارفه ان هم هيقولوا لي بسرعه نطلع فاصل حالا. هنعمل ايه؟ هنجيب كميه البصل اللي احنا كرملناه او حمرناه قبل ما نشيل نصه من الحله وهنرجعه تاني في الحله تاني بالشكل ده ماشي. ونقوم واخدين تقليبه كده اهو كده جهزت احلى مكرونه بتاعت الشارع وحلوه جدا وطعمها خطير وضامنه ان انت عاملاها في البيت ما فيهاش اي حاجه مش عارفه محطوط لها ايه الكلام ده كله بتاكلي ولادك حاجه مضمونه. طيب هنعمل حاجه بقى تانية اخر حاجه معلش هننزل المكرونه بتاعتنا هنا وهنطلع فاصل واحنا بنحط وانا ارجع مقدمه الطبق. ايه رايكم في السحر اللي احنا هنعمله ده؟ يلا بينا. حاضر حاضر والله. ثانية واحدة حط بس حبة مكرونة. بهدلت الدنيا. هنطلع فاصل واحنا بنقلب المكرونة ونرجع من فاصل نكمل حلقتنا. استنونا. فاصل خلصنا وصفاتنا قدمنا المكرونه بتاعتنا وعليها الكفته اللي هي بالفراخ وعملنا العصير السموزي الخفيف اللطيف اللي احنا نقدر نزود فيه تلج زي ما احنا عايزين. كل الحاجات الحلوه دي بنحاول نخفف من كوارث العيد. طيب احنا معانا كمان دكتوره دعاء نوير النهارده هتقول لنا نخفف ازاي من كوارث العيد وفي نفس الوقت ناكل اللي انا عاملاه ده ونشرب المشروبات اللي احنا عاملينها دي. اهلا بيك يا صباح الجمال. عامله ايه الاخبار؟ انت منوره الدنيا والحركات الجامده دي والانتعاش بتاع الصبح ده. يعني ناوليني عودين نعناع كده قاعده شم فيهم انتعاش غير عادي. السفره كلها منعشه ومشجعه جدا ان احنا ناكل. سلمين. يعني مفيش مقاومه. عايزه اقول لك المقاومه هتنهار قدام سفره زي دي. سلمين. طب هنعمل ايه؟ هناكل هناكل. احنا جايين عشان ناكل بس هناكل بكميه بسيطه مش احنا اللي هنحددها. لا ده الكورس بتاع النهارده اللي انا مسميه جوكر التخسيس هو اللي هيحدد الكميه اللي هتاكليها. يعني هناكل كميه بسيطه قوي يا شيف. طب ازاي؟ هل هو سحر؟ لا مش سحر يا جماعه. احنا معانا مكونات اصليه وسحريه اكيده جدا بتديكي فاعليه من 15 ل 20 كيلو نزول في الوزن في الشهر الواحد. طب انا مسميه ليه جوكر يا شيف النهارده؟ اكيد الاسم له مغزى. اكيد الناس اللي عايزه الحرق بتاعها يعلى الجوكر هيلعب في الحته دي. الناس اللي عايزه الشهيه بتاعتها تتقفل الجوكر هيلعب في الحته دي. طب ليه؟ انا معايا الكورس اللي فيه مثلث الحرق الكبسولات القويه جدا والنقط والاعشاب وكمان بديكي باور الحرق حقنتين حرق هديه. كل ده في بوكس كامل متكامل يا شيف النهارده. حلو قوي. بعد العيد وحركاته واللي انت عملتيه فينا بصراحه قبل العيد كلنا الجامده بتاعت الشيف عزه كلنا يا دكتور. كل الشيفات عملت
كوارث شغل وكلها عملت عظمه بصراحه. كل الصفات اللي معانا حاجات تحفه، اكل جميل، كلنا بنحب الاكلات المصريه الشعبيه الاصيله، الفته بقى والطشه والممبار، وكل واحد ليه طريقه في اكله طبعا، وبيعمل الطرق مختلفه عن التاني، وبيبقى ليه تركه كده حلوه بالظبط. فاكيد انت النهارده ليكي تركه كده ان احنا نخس دايما، ده شعوري من غير ما نحس. صح كده. فهنخس ازاي من غير ما نحس؟ هنعرف دلوقتي من دكتوره دعاء ازاي هناكل كل الحاجات دي وفي نفس الوقت هنخس بمعدل طبيعي. يعني ايه؟ مش هنحس ان احنا نازلين بنجري من على السلالم كده فجأة بالزبط. وفي نفس الوقت اللي بيحصل يعني ايه؟ لما نيجي نعمل حاجة مرة واحدة دايما تلاقي النتيجة بتطلع دروب. مرة واحدة يحصل دروب بعدها اكيد. يعني لو انا منعت نفسي ان انا اكل 3 4 ايام، هلاقي فجأة بعد ال 3 4 ايام دول بدأت اكل اضعاف اللي كنت باكله، وجسمي كمان هينهار، وجسمي هينهار، يعني كل الفيتامين اللي في جسمي هتتحرق، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ خمول وتعب وارهاق، هالات سودا، كل ده احنا النهارده بنقول لك كل اللي نفسك فيه، لكن هتاكل بكميات بسيطة، الكميات المسموحة اللي يا دوب تقضيك اليوم، تديك باور وطاقة ونشاط يومي طول اليوم بتاعك. عن طريق ايه؟ الكبسولة. الكبسولة الذكية النهاردة بتحسسني بحالة من الشبع، 48 ساعة شبعانة وراضية ومبسوطة، بفطر بتغدى بتعشى بس بكميات قليلة جدا. ليه؟ لان هي شغلة حيز كبير من معدتي، حاسة بحالة شبع، معدتي مليانة دايما، حاسة بالشبع، الجوع بتاع بالليل مش موجود، شراهتي للسكر انتهت يا شيف النهاردة. طب ليه؟ الكبسولة قوية جدا وذكية جدا ومفعولها ساحر، من 15 ل 20 كيلو بس، انا النهاردة بضمن لك اكتر من 20 كيلو. طب ليه؟ لان انا بتكلم في نقط وبتكلم في اعشاب، الاعشاب اللي مليانه مضادات الاكسده، انتي اكسيدنت، يعني ايه؟ جسمي في حاله حرق مستمره، الالتهابات اللي في جسمي بتنتهي، الميه الزايده، الاملاح الزايده، حتى الصديد الناتج نتيجه لالتهابات قبل كده، كل ده بينتهي بالاعشاب الخطيره اللي باخدها بالليل قبل ما انام. نقط الحرق كاني رحت جيم، يبقى الجوكر بيعمل ايه؟ بيلعب في كل حته معايا. عايزه اروح جيم ومش قادره، عايزه العب رياضه بس غضاريفي عظمي وركبي مش مهيئني لكده، نقط الحرق بتقوم بالوظيفه كانك لعبت ساعتين جيم متصل. كل ده بالكبسولات والنقط والاعشاب. ويا سلام بقى لو اديكي كل اسبوعين حقنه حرق، ده باور غير عادي يا شيف، مكنه حرق. يا دكتور عشان برضو الناس تبقى فاهمه، احنا نجيب الكرسي اللي الدكتور بتعرض عنه ده ازاي؟ هيبقى معانا الصفحه من خلال دلوقتي شاشتنا على الشاشه عندنا، وكمان ارقام التواصل، ونقدر نسيب مسج على الواتساب، عندنا خدمه الواتساب نقدر نسيب فيها الحاله كامله متكامله. هناخد العرض بتاع الدكتور النهارده بكل اريحيه بدون اي حاجه، حتى لو عدى ميعاد العرض اللي حضرتك هتقدمي لنا النهارده، صح كده؟ لو عدى ميعاد العرض ما هي ثابت المسج، يعني ثابت، طالما ثابت المسج بس كده. لكن لو ما ثابتش المسج احنا قدامنا ساعتين بنتكلم فيه. حاجه مهمه جدا احنا كستات بنحبها قوي، التوصيل والمتابعه الطبيه مجانا. طب كمان المتابعه، هضيف بقى لحضرتك كمان المتابعه، مش متابعه عاديه يا جماعه، يعني مش سيلز هتتابعك وتقول لي خدي ده وخدي ده وتروح تسيبك وتمشي، لا، ده في طبيب التغذيه بتتابع كل اسبوع بميعاد ثابت، متابعه متخصصه معاكي، يعني معاكي دكتوره في البيت تحت ايدك في الوقت اللي هي بتحدده معاكي، كل اسبوع متابعتك. يبقى انا عاوز ايه اكتر من كده؟ دواء امن وفعال لانه مرخص من وزاره الصحه المصريه، فعاليته اكيده وكبيره جدا جدا. النهارده باكد على الفعاليه، ليه؟ لان احنا خارجين من العيد كلنا زايدين، حاجه ما فيهاش كلام، يبقى انا لازم اكسر اللي حصل في العيد، نفتت الدهون، نلم حزام البطن اللي عندي واللي اكيد اتملى واتحشى غير القديم كمان، هعمل فيه ايه؟ هكسر الدهون اللي في حزام البطن، لان الحقن بتاعتي النهارده كفيله انها تشلك من 3 ل 5 سم من حزام بطنك، من الخصر بتاعك اللي اختفى، وسطك اللي اختفى وما عدتيش لاقياه وبقى خلاص الدنيا مستطيله في بعضها، النهارده خلاص الوسط هيظهر، الشيب الانثوي الجميل هيظهر، حتى كرشك انت كراجل واكيد مقرقك ومأثر على ركبك وغضاريفك، كل ده انتهى النهارده بحقن ونقط واعشاب والكبسوله الذكيه اللي النهارده نازله بيها خصيصا لبعد العيد. طب يا دكتور العيد، واضح النهارده معانا ان الناس كلها خارجه من العيد مش عارفه تروح فين. ايوه، مش عارفه تعمل ايه في الاجسام اللي احنا وصلنا لها بالاكل اللي احنا اكلناه كله. كان معانا في الفاصل اللي قبل ده، أيوة. معانا متصله قالت لي انا عندي مشكله وعايزه اتواصل مع الدكتور لان انا كان سنها كبير وعندها مشاكل وقلقانه تبدا، فلو في الرقم عندكم يا ريت تتواصلوا معاها، بس معانا على الهاتف دلوقتي حالا اميره. الو الو الو، السلام عليكم. ايه يا ميرو، صباح الهنا والسعاده على قلبك. صباح الفل عليكم، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ كله تمام الحمد لله. اخدتي الكورس ولا لسه هتاخدي؟ بصي، هو مش انا اللي خدته، هو انا متصله غيرانه،
غيرانه، حلوه الكلمه وجديده، جديده الكلمه غيرانه دي. غيرانه قوي يعني. بصي انا عندي واحده صاحبتي شفتها في العيد لقيتها بتاكل كل حاجه وخاسه وبتاع، مستغربه الموضوع فسالتها يعني عملت ايه وكده، فقالت لي من باب الفضول. طيب حلو قوي، قولي لي بقى انت يا ميرو عشان نتفوق احنا بقى ونتحدى والنتائج. وقاعدين عماله تاكل عادي الفته بقى والاكلات بتاعت العيد يعني. اه طبعا. وعادي يعني ما عندهاش مشكله، فالموضوع ضايقني قوي. لقيتني عماله انا حاسه ان انا المعلقه نفسها بتتخن يا جماعه بجد. طب قولي لي انت وزنك قد ايه يا ميرو وطولك قد ايه واحنا هننطلق حالا؟ لازم لازم انا لازم انفجر مش هنطلق. طب قولي لي الطول والوزن. انا بصي هو انا وزني 98. طيب تمام، طولنا قد ايه؟ وطولي 160. طيب الدنيا مش بعيده، ده انت في شهرين هتبقي يعني مزه المزز بقى يا ميرو، ايه رايك؟ والله انا عماله اقول لها هي عماله تاكل، لا لا انت كدابه انت ازاي؟ لا مستحيل. لا احنا نتائجنا اكيد. انا عمليه، لا بجد انا غيرانه قوي يا جماعه. لا عايزه اقول لك انت بقى يعني قدامك شهر واحد وهي اللي هتغير مش انت اللي هتغيري، واكدي دلوقتي مع الفريق الطبي حالا من خلال الارقام اللي قدامك. انا عندي بس مشكله محتاجه بس اعرف، انا عندي مشكله كبيره جدا في الحلق. المنطقة السفلية بتقصدي؟ عندها مشكلة كبيرة في الحرق. في الحرق أيوة. هل عندنا مقاومة أنسولين أو عندنا يعني مشاكل في المرارة، مشاكل في أي حاجة؟ الغدة. الغدة الدرقية. تمام. طبعا الغدة الدرقية يا شيف بتوقف لي الحرق تماما. أي مشاكل في الغدة بيأثر على الميتابوليزم بتاع الجسم. أنا النهاردة بوعدك بحرق عالي جدا جدا، لأن جوكر الحرق النهاردة في أعلى مقاييس الحرق اللي ممكن تتخيليها النهاردة يا أميرة. حظك كويس معانا قوي النهاردة، الحقي بوكس من البوكسات اللي معانا، لأن العرض مش هيتكرر تاني بالصورة دي. أنا معايا مثلث الحرق يا جماعة، بقالي كتير قوي ما نزلتش بمثلث الحرق، الكبسولات والنقط والأعشاب وكمان بضاعف الفعاليه بايه؟ بحقنتين الحرق. طب في واحده هتقول لي انا ما بحبش اتشكشك ولا اخد حقنه، هعمل معاها ايه؟ اقول لك اكسري الانبول على كوبايه ميه او كوبايه عصير واستمتعي بالحرق والعرق اللي هتعرقيه نتيجه لشغل الحقنه اللي اشتغلت في جسمك وخلت جسمك مكنه حرق طول اليوم. احنا بنوعد بكده يا شيف النهارده، يعني نتائج من اول اسبوع. في اول اسبوع هتلاقي كل يوم نص كيلو دهون، ده على الاقل، كمان بنوصل لخمسه و6 و7 كيلو نزول في الاسبوع دي الواحد. ميزه ان احنا لما نكون ما بنحبش الحقن، وكلنا ككبار وصغار ما بنحبش ان احنا الاطفال الصغيره نفس الشيء واحنا ككبار نفس الشيء، الحقن عندنا مشكله فيها. جميله. طيب عايزه اقول لك دي ميزه فضيع. ان انا من غير ما ابذل اي مجهود، من غير ما ابقى خايفه من حاجه، ان انا اخد الانبول على كوبايه ميه على كوبايه عصير وافضل احرق طول ما انا قاعده وانا ما بتحركش. بالظبط. فده يعني شيء كويس قوي. طيب عشان نشوف النتائج اللي دكتوره دعاء وصلت لها، تعالوا نشوف مع بعض صور قبل وبعد ونرجع تاني. يلا بينا. اهو زي ما احنا شايفين، ولا سحر ولا شعوذه يا جماعه، احنا شايفين حزام البطن شكله عامل ازاي. البطن يعني صعبه جدا، كان عنده مقاومه انسولين، واحنا شايفين المنطقه اللي متركز فيها الدهون كان صعب نزولها جدا لانها من الدهون العنيده او الدهون الثلاثيه، لكن بفضل الله مع المتابعه معانا ايه اللي حصل؟ كسرنا الدهون اللي في منطقه البطن والكرش وفتتناها، وايه عملنا؟ شدينا الجلد. يعني وانت بتنزلي في الوزن سواء كانت بطنك العلويه او السفليه قدامك متر قدامك، كل ده هينتهي من غير ترهل، من غير خطوط تمدد، كل ده بيتشد لان الجلد بيتشد معايا وانا بنزل من الدهون. اهم حاجه يا دكتور ان احنا نتابع، ان احنا ناخد الحاجه ونمشي على الخطوات اللي الدكتور بيقولها لنا، ما نبقاش بناخد الحاجه ومش منتظمين ونبقى مستنيين نتيجه كويسه. بالزبط. او يعني يبقى في حاجه كويسه احنا شايفينها ان جسمنا بيخس، الوسط بيتنحت، الكلام ده كله مش هيجي من فراغ، لازم نلتزم. بالزبط. معنا صوره ثانيه، يلا بينا. البنوتة القمر دي عايزة أقولك هي بنوتة دلوعة جدا، بس للأسف الوزن وحالات التنمر اللي كانت بتتعرض لها كانت قد إيه مضايقاها نفسيا ومأزماها في حياتها. عايزة تعيش سنها، هي بنوتة لسه في أوائل العشرينات، عايزة تعيش سنها صغيرة. بس مش عارفة. الكلام بيوجعها، كلام زمايلها بيضايقها، لكن بعد نزول الوزن حياتنا كلها اتغيرت. الشكل بيتغير، طريقة لبسنا بتتغير، عايزة أقولك صوتنا بيتغير، ضحكتنا بتتغير، كل حاجة فينا بنتغير، بنصغر في السن. وده اللي أنا بأكده، السن سننا بتعجزنا يا جماعه، بتدينا حاله من العجز وكبر السن. وبرده عايزين ناكد يعني بنبشر كده امهاتنا الغاليين، ان كل ام قدامي السن كبر معاكي، عدينا ال 50 عدينا ال 60، الفرصه النهارده يا امي، لان ممكن تاخدي الكورس لحد ما يبقى عندك 75 سنه النهارده، يعني هتقدري توطي وتصلي وتتحركي بمنتهى السهوله. السمنه اللي اثرت على الركب على الغضاريف،
كل ده النهارده تحت السيطره. ما احنا عايزين نشوف ام محمد، هي كان اسمها ام محمد يا روان صح؟ حد معايا؟ اه طب عايزين نعرف كانت الحاله ايه بالظبط، حد يفكرني نقولها للدكتور. 63 سنه تمام السن، وكان عندها مشكله في الغده ولا كان ايه؟ عشان ما كنتش سامعاها كويس. كان عندها مشكله في الغده وتقريبا عندها خشونه في الركبه، لان هي كانت بتقول لي ما بقدرش، ده اللي سمعته. طبعا عايز اقول لحضرتك حاجه، اي وزن زايد بيأثر لي على ركبي اول حاجه، لان الكيلو الزياده بيحمل على غضاريف ظهري 4 كيلو وعلى ركبتي 10 كيلو. تخيلي بس لو انت زياده 10 كيلو، بس ده لو 10 كيلو بتحملي قد ايه على ركبك او قد ايه على ظهرك. انا النهارده بقول لام محمد ولكل امهاتنا الغاليين اللي في نفس السن او اكبر او اقل، الحقي نفسك دلوقتي، لان اول علاج اي دكتور بتاع عظام او حتى اخواتنا اللي عندهم مشاكل في الانجاب، اول حاجه بتتقالك ايه؟ خسي، خسي عشان تكيسات المبايض، خسي عشان خشونه ركبتك. يعني هي عايز تفهم يا دكتور ان اي حاجه عندها امراض مزمنه او يعني اي حاجه بتوجعها مفيش تمام. مشكله خالص، ما بتعرضش ان هي تاخد الكورس اطلاقا. الكورس يعني هي عايزه تاخد القرار بس مستنيه تاخد مننا الكلام. بالظبط، الكورس امن جدا جدا. طب ليه انا باكد دايما انه امن امن امن؟ ليه؟ لان انا معايا ترخيص من وزاره الصحه المصريه، ودي حاجه نحط تحتها الف خط. الحاجه الثانيه والمهمه جدا ان كل الكورس بتاع الياف طبيعيه، اعشاب طبيعيه، انا ما بتكلمش في كيميكال، ما بتكلمش في ادويه، لا انا بتكلم في دواء طبيعي من مستخلصات اعشاب نادره واعشاب خاصه، ادت فعاليه كبيره جدا في نزول الوزن بطريقه طبيعيه، وباكد طبيعيه. انا مش داخله اعمل عمليه تكميم وافتح بطني واعمل مشارط واقص حته من جسمي، كل ده مرفوض وممنوع النهارده. عايزه اقول لك الحقي نفسك بتجربه طبيعيه وامنه، الحقي جسمك، الحقي سنك وشكلك وكل حاجه، النهارده الجوكر مبدع عاشف، الجوكر مبدع. حلوه قوي. طيب احنا عايزين نقول حاجه مهمه يا دكتور. اتفضل. يعني انا عن نفسي، طب ناخد سمر الاول؟ طب يلا قبل ما نرجع ناخد سمر الاول. قول الو. الو. ازيك يا سمر؟ الحمد لله. ازيك يا استاذه دعاء؟ معاكي استاذه دعاء. اهلا يا سموره، منورانا. الحمد لله حبيبتي، انتوا عاملين ايه؟ احنا زي الفل. طمنيني عليكي انت، قولي. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. عايزه ابشركم الحمد لله اللي انا خسيت. الله الله الله، قولي لي بقى التجربه الحلوه كده والصوت المفرح ده. انا كنت 120 طبعا، كنت حالتي النفسيه صعبه جدا وما بنزلش ومش عارفه البس، بس الحمد لله خدت الكورس الحمد لله وتابعت مع الفريق الطبي والحمد لله خسيت 30 كيلو. ما شاء الله، في قد ايه ال 30 كيلو دول بقى يا سموره؟ انا كده داخل على 3 شهور. طب حلو جدا. طب احنا هل كنا بنعاني من مقاومه انسولين او تكيسات او اي قصه في الغده؟ اه كان عندي مقاومه انسولين وكان عندي ضغط مرتفع وسكر، فقالوا لي الحمد لله طمنوني، قالوا لي كل ده امن مع الكورس، ما فيش اي مشاكل او اضرار جانبيه. طيب هل الضغط ارتفع اكتر اثناء الكورس ولا كان مظبوط الضغط بتاعك؟ لا الحمد لله. الحمد لله، دي البشره اللي احنا بنبشر كل الناس بيها. وطبعا شكرا ليك يا استاذه سمر، نورتينا وميرسي على يعني تفاعلك معانا ودخولك معانا في التجربه. عايزه اقول لحضرتك يا شيف ان فعلا هي ده اللي بيحصل. حتى لو عندي مقاومه انسولين، عندي غده درقيه، مشاكل مراره، مشاكل رحم، بعد سن الـ40 والاضطرابات الهرمونيه اللي بتحصل، الهبات الساخنه، والستات فاهمين يعني ايه هبات ساخنه، كل ده بيتعالج مع الكورس بتاعي. حتى السكر من النوع الثاني، حتى السكر من النوع الثاني بيتعالج. الضغط المرتفع بنظبطه، يعني الكورس بتاعي قد ما هو بيعالج السمنه بيعالج مشاكل صحيه كمان ارتبطت معانا بالسمنه، العرض والمرض الاثنين يا شيف احنا بنعالجهم النهارده. طب في حاجه مهمه كنت عايزه اقولها سريعا كده، احنا عشان ناخد الكورس ده بامان وبصحه، وفي امهات كبيره بتتصل بيا ودي امانه، لازم نقول حالتنا كامله. ما ينفعش نقوم واخدين مثلا انا وبنتي كورس ونقول احنا نقسمه مع بعض وحاله بنتي غير تبقى حاله مامتي، لان مثلا ما شاء الله بيبقى السن فوق الـ60 فيبقى في خطوره لو انا ما قلتش حالتي كامله، لان هتيجي الدكتور اللي بتتواصل معاكي تقول لك ايه المشكله اللي عندك، فانت لازم تبقى عارفه حالتك الصحيه عشان تقدر تديكي الحاجه المناسبه ليكي. فحته ان احنا نعمل مشاركه في حاجه واحنا مش حالتنا الصحيه، يا جماعه نخلي بالنا من الموضوع ده، مهم جدا عشان دي امانه. فعشان انا عندي امانه وبحبكم فلازم اقول لكم لازم كلنا نقول حالتنا كامله، حتى لو ما عندكيش وقت تتكلمي في التليفون، ما فيش اتصالات عارفه توصلي بيهم، تقدري تسيبي مسج على الواتساب حتى لو صوتي.
ده حقيقي يا دكتور حضرتك لخصتي الموضوع ما شاء الله على حضرتك. فعلا عايز اقول لك الكورس اللي هيناسبني مش هيناسب الشيف عزه، مش هيناسب سين صاد من الناس، لكل مرحله عمريه، لكل حاله مرضيه، لكل جسم وشكل الجسم الكورس الخاص بيها. يعني في واحده عندها زياده في مناطق معينه وفي واحده عندها زياده في كل جسمها، هل انا هدي دي زي دي اطلاقا؟ صح يا دكتور. طب في واحده عندها شهيه عاليه وواحده تانية لا بتاكل قليل بس حرقها ضعيف والاثنين وزنهم قد بعض، هل الكورس ده هيكون زي ده؟ مفيش كلام من ده، احنا يا جماعه اطباء تغذيه مش مجرد سيلز بيديكي منتج ايا كان المنتج وبنمشي، لا ده احنا عايزين نوصل معاكي لنتيجه اكيده. هتيجي منين؟ من متابعه جيده مع دكتور تغذيه، هتيجي كمان مع حالتك بالظبط تاخدي عليها شرح الكورس الحالة. المتفصل عليكي، متفصل كاني بفصل فستان، هل الفستان بتاعي هيكون مقاس حضرتك او العكس؟ اكيد لا. كل حد له الكورس الخاص بيه بالمتابعه الخاصه بيها. طب الكلام ده كل المتابعه بفلوس؟ لا مجانا. طب الشحن بفلوس؟ لا مجانا. طب ايه كمان مجانا النهارده؟ هم حقنتين الحرق اللي انا اتكلمت عليهم، بالاضافه ان انا معايا مثلث حرق كبسولات ونقط واعشاب، كل ده في بوكس الجوكر. وكلمه السر النهارده يا شيف الجوكر، جوكر الحرق. حلو جدا، زي ما قلنا دي امانه، انا والدكتور شرحنا لكم كل التفاصيل، اهم حاجه نسيب حالتنا كامله متكامله حتى لو على الواتساب. بشكرك جدا دكتوره دعاء، كانت منوراني النهارده ومشرفاني، وقدمت لنا عروض حلوه قوي وشرحت لنا حاجات مهمه قوي لازم كلنا نخلي بالنا منها واحنا بنطلب الكورس. وبكده خلصت حلقتنا. عملنا ايه مع بعض النهارده؟ عملنا المكرونه بتاعت الشارع بتاعت وسط البلد، وعملنا كمان الكفته بتاعت الفراخ مش بتاعت اللحمه، وعملنا العصير الخفيف اللطيف اللي هو بالنعناع والماده السوداء اللي احنا كلنا عارفينها. طيب وبكده خلصت حلقتنا، اشوفكم في حلقه جديده والسلام عليكم.